عاينة حكيم. يسعد صباح كل الأصدقاء الموجودين معنا على هوا راديو روزانا، الأصدقاء كمان اللي رح ينضموا لنا وبمتابعتهم على البث المباشر على صفحة الفيسبوك وأيضا على قناة اليوتيوب ضمن فقرتنا الأسبوعية ليوم الجمعة معاينة حكيم ضمن البرنامج الصباحي برنامج روزانا. اليوم هو اليوم العالمي للمساواة في الأجور، كانت يبنى على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان ضد جميع أشكال التمييز بما في ذلك أيضا التمييز ضد النساء والفتيات. فأيضا حديثنا اليوم وموضوع حلقتنا ضمن البرنامج الصباحي عن التمييز، على آثاره وأضراره أيضا على الحياة الاجتماعية أيضا على الصحة النفسية، سواء كنا أطفال أو كنا بالغين، قديش حتى مواقف الطفولة ممكن تأثر. هذا موضوعنا لليوم، بيسعدنا يكون معنا ضيفنا بالاستوديو الأستاذ صلاح الدين لكي الاختصاصي النفسي من منظمة إحياء الأمل. يسعد لي صباحك أستاذ صلاح وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. شكرا جزيلا، صباح الخير أستاذ صلاح. اليوم بحديثنا عن التمييز، خلينا نرجع لشرائح المجتمع واللي بتبدأ من عند الأسرة واللي الأساس نحن كأطفال بتنشأ يعني انطباعاتنا الأولى وردود أفعالنا نتيجة التربية اللي نحن بنتلقاها. فأدي في أثار ودور للتربية بعملية التمييز اللي بتنشأ إما بين الأخوة أو بين الأقران اللي بيكونوا موجودين بالمكان. نعم، حقيقة الموضوع بحد ذاته اللي هو التمييز، سواء اليوم العالمي اللي هو التمييز يعني المساواة بالأجور أو غيره، هو موضوع حساس جدا مؤثر جدا. سؤالك مهم جدا لأنه فعلا البيت والطفولة والتربية هي الأساس بكل هاي الأشياء. يعني اللي يتربى ببيت في أي نوع من أنواع التمييز من المحتمل أنه يحمل جواته، خلينا نقوله بتصرفاته، بعض من هذا التمييز، أو على الأقل يعني على المستوى المعنوي على المستوى القيمي في جواته أثر لهذا التمييز. طبعا لا يعني بالضرورة أنه كل من نشأ بمحيط فيه تمييز أنه سيكون شخص يعني يتعامل بتمييز. ربما الإنسان دائما عنده فرصة بس يوعى ويكبر أنه يغير أي شيء هو شايفه خاطئ، ولكن حيترك أثر غالبا. هلأ خلينا نقول يجمع العلماء التربويين والتربويين أنه تقريبا أول يعني بيختلفوا أول 5 سنوات أول 6 سنوات بهذا الحد هي تأسيسية بحياة الإنسان بعملية التربية. شو هي التربية؟ هي التربية يعني أحيانا يظن أن التربية هي عملية مثلا أنه بس تأمن له احتياجاته المادية الطعمي للطفل وخلص. لا، التربية هي مفهوم شامل، أحد جوانبها احتياجات المادية طبعا، ولكن فيها احتياجات عاطفية، فيها احتياجات تعليمية فكرية، فيها احتياجات الانتماء، فيها احتياجات عديدة. فالتربية هي تأمين كل هاي الأشياء لهذا الطفل لحتى يوصل ويحقق ما يمكن أن يحققه بحياته، ولحتى يقدر بالمستقبل يواجه أي تحديات أو ضغوطات بتواجهه بالحياة. فإذا نحن عم نهيئ له احتياجاته بنفس الوقت عم نهيئه ونجهزه للمستقبل سواء بطفولته أو بس يكبر. طيب هون بقى شو الربط بين التمييز والتربية؟ التربية لها أنواع، نعم، خلينا نقول 4 أنواع أساسية. أحدهم اللي هو التربية الاستبدادية اللي هي صارمة، اللي هي فيها توقعات كتير من هذا الطفل، ولكن بالمقابل الاحتياجات تقدم له لا توازي هذه التوقعات، ربما تتضمن استخدام للعقاب البدني أو العاطفي أو غيره. في عنا التربية اللي هي بسموها التربية التساهلية، أو يعني اللي شو ما بده الطفل بياخد بس ما بنتوقع منه شيء فهو بيحصل على كل شيء. هذا بيخليه شخص ما بيقدر يعطي، هو بياخد كل شيء بس. النمط الثالث اللي هو التربية لنا الصارمة أو الاستبدادية، السهلة أو التساهلية. الثالث اللي هو الحازمة، ولكن ليست مثل الأولى. حازمة تعني في حدود، بدنا منك هاي التوقعات ولكن بالمقابل حتحصل على هاي الاحتياجات، يعني عم فيها أخذ وعطاء، الأهل عم يقدموا للطفل احتياجاته عم يتوقعوا منه أشياء ولكن بحدود الممكنات. هاي النوع الثالث. خلينا نقول في عنا النوع اللي هو الفوضوي، اللي هو ما في أي شيء، ما في شيء يعني لا في توقعات ولا في تأمين احتياجات. هلأ بالتربية اللي قلناها من شوي اللي هي المتساهلة أنه بيعطوه شو ما بده بس ما بتوقعوا منه شيء، هون ما في يعني تضارب. طيب التمييز وين؟ التمييز هو غالبا هون بالفوضوي،
يعني فوضوي بجوز مزاجيا، انا بتعامل مع الطفل اليوم بطريقه منيحه، بكره بتعامل معه بطريقه مو منيحه. أنا توقعت إنه مثلا عم بحاول إني آخذ مثال بالتربية الاستبدادية، أحيانا إنه أنا مثلا بيكون خلينا نقول بلش يعني إنه أنا شو مقصرة عليكم، بيقول الأب أو الأم أنا ماني أم منيحة لحتى يكونوا أولادي أحسن، أنتم وين ما رحت مثلا بتخجلوني، بتضوجوا ليكم بنات أولاد خالكم، ليكم مثلا أولاد عمكم ما بيكونوا هيك، مع إنه بيكونوا أطفال صغار أو أحيانا ما بيكونوا قادرين يحكوا ويعبروا. فتوقعت انه ممكن هي ما عم تهيئ لهم الجو مثل، او ما عم يهيئ لهم الظروف مثل الحاله الاولى، بس بدهم اياهم يكونوا هيك تمام. مستقيمين. اللي قلتيه صحيح 100%، انه انا بتوقع من هذا الطفل اللي هو لسه طفل صغير كثير من الاشياء، وبالمقابل انا ربما ما عم امن له هاي الاحتياجات، وعفرض انه الطفل غلط او قال شيء او مثلا قدام بيت جده عمامه اخطا اي خطا، هل هذا الطفل يحاسب مثل ما بنحاسب الكبير؟ اكيد لا. اللي قلتي صحيح، ولكن في شيء ثاني انا قصدت التمييز بين الاولاد نفسهم. الاخوه احيانا بيكونوا هذا هلا الاول خطير، ليش؟ لانه الاولاد كلهم على مسطره واحده تقريبا، كلهم بدهم يقدموا، كلهم بدهم يكونوا مثل الالف مثل ما قلتي، يعني مستقيمين ما بيغلطوا، اطفال مع انهم بينما اللي ما في انضباط ربما احيانا الحاله المزاجيه تلعب دور. الحاله المزاجيه مثلا انه الطفل الصغير بنحبه لانه هو بيلعب وبيضحكنا وكذا، بس كبر شوي خلص، فمعناها اذا اجى ولد صغير للعيلة بيتدلل بيحصل على الرعاية ومثلا وشو ما بده بيصير، بينما اللي أكبر منه خلص هدول انتهى دورهم، يعني حصتهم بالرعاية وبالاهتمام وبالتدليل مثلا. فهون الطفل بيطلع هيك بيلاقي ما في معيار، يعني ليش أنا كنت محبوب هلأ مو محبوب؟ طب ليش أخي مثلا الصبي البنت بتقول مثلا، ليش الصبي عم يتدلل وشو ما بده بيعمل وشو ما حكى ما حدا بيقول له شيء، بينما البنت العكس، أو أحيانا في أسر العكس بحبوا البنت مثلا بيدللوا له كثير، بيتعاملوا مع بعطف وحنان اعتبار انه يعني بنت طفله، الصبي لا لازم تكون انت شديد لازم، فبيطلعوا على بعض هن بلاقوا في تمييز. طب من وين بيجي التمييز؟ مو من المجتمع، مو من المدرسه، بيجي من ماما وبابا. هذا الخطير. احيانا حتى الاطفال بيسالوا انتم ما بتحبوني، انتم بتحبوا فلان اكثر مني. تماما. فهون اكيد في نمط من التربيه ما له خلينا نقول منضبط، ما له يعني ما في له خط واحد طالع نازل. هذا الشيء بيصب بعدين بنظرة هذا الطفل لحاله وبنظرته للعالم وبنظرته للناس الآخرين. يعني هذا الطفل بصير بيطلق تعميمات أنه أنا مو حلو مثلا، الطفل بيقول أنا مو حلو، أو ربما أنا مثلا لوني مثلا هني بيحبوا مثلا العيلة مثلا إذا لونه مثلا فاتح بيحبوا الفاتحين البيض مثلا، أو إذا العيلة سمر مثلا نحن ما بنحب اللون أبيض مثلا، أو مثلا الصبيان البنات. معناها هو بينشأ الطفل أنه البنت بهذا المجتمع أفضل، أو غالبا الصبي أفضل. حتى في تعليق يعني هي كتبته واحدة من الصديقات، أنه حتى الصبايا بعدين بس يكبروا بيميزوا بيناتهم بالخطبة أنه هاي رز بازاليا مثلا هيك هذا الطفل، وهي المجدرة أنه أظن على السمرة والبيضة والعيون ملونة. وحتى من هني أطفال ما بيكونوا أختين، واحدة بتطلع مثلا سمرة لأبوها وواحدة بتطلع شقرة لأمها، فبيميزوا بيناتهم بفضلوا وحدة على حساب وحدة، أو لما بتطلع بتشبه ستة كمان بيصير هذا يميزوا. تخيلي شو عم بيصير بهذا الطفل أو هي الطفلة بهي الحالة، فهو سينشأ طبعا بيلعب دور هون العمة والعم والخالة والتيتة والجدة والكل. تخيلي هذا الطفل عم ينشأ ويطلع يواجه العالم بعدين وعنده نظرة نحو ذاته أنه في شيء غلط، كيف بده يتعامل مع العالم بعدين؟ أمر آخر، لو راح المدرسة وتعرض لهيك نمط من التمييز حيرسخ جواته معتقد. ليه؟ لأنه بالبيت تعرض له، من قرايبينه تعرض له، وكمان بالمدرسة من رفيقه مثلا، خصوصا إذا كان بمجتمع جديد مثلا. عم نحكي بسوريا نزوح وهي الأساس مثلا، الطفل اللي نزح ربما يتعرض لهذا الشيء أنه أنتو كذا، وبالمقابل هن بيقولوا لأهل المكان مثلا أنتو كذا. طيب ببلد جديد لاجئين وكذا، الطفل عبينه وعب تترسخ عنده معتقدات. هلأ لن نتوقع يوما ما انه ما يكون في من المجتمع تحديات وتمييز وكذا، ولكن اذا بالبيت فيه هو اللي بينبنى عليه بتأس. يعني انت بالبيت حطيتي الشيء اللي بيسموه حجر الاساس، المدماك الاساسي يلي بيجي بعدين المجتمع والمدرسه وربما الاستاذ وربما رفقات الصف او البيت بنوا فوقه، ولكن لو انت ما حطيت هذا الحجر الاساسي حيتعرض للطفل لاي شيء من هدول ويرجع على البيت بتقول له امه ابوه هذا الشيء اللي صار غلط، هذا الشيء مو مقبول، نحن كلنا كبشر متساويين. بالمقابل لو كان في عنا هذا التمييز بالبيت فأكيد الأمور تزيد دائما. فمن هون بتنشأ المعتقدات، من هون بتنشأ
خلينا نقول الشيء له علاقه بالتمييز. بعدين بيروح هذا الشخص على الشغل بصير بينظر انه البنت لازم تاخذ راتب اقل والشاب لازم ياخذ، الابن اللي كذا لازم ياخذ اكثر. من وين بيجي التمييز؟ من هنيك. طيب كمان يعني في احد التعليقات كمان اللي وصلتنا انه احيانا بيكون الام دائما بتحسس الاولاد اذا كان عندها صبيان انه انا يا ريت كان عندي بنت، او انا يا ريت عندي حدا بحنونه، فبيضل هذا التمييز لانه هني ما بيكونوا مقصرين. يعني احيانا بتحسي الاجيال اللي اكبر بنكون احنا عم نبذل جهدنا بس احنا كمان قلنا طريقة تفكيرنا، فبيضلوا ينتقدونا ونضل احنا مقصرين شو ما نعملنا في شيء ما نعاجبهم، فبيصير في فجوة ما بيصير فيه، حتى نحن بنصير بنميز بعلاقاتنا تجاه الأب والأم، عن نرتاح مع حدا ما بنرتاح مع الثاني. وهذا الشيء حتى بينعكس بعدين على رغبتنا نحن بالتعامل مع الناس حوالينا. صحيح. وسينتقل لأولادنا بشكل ما كمان. هون الأصعب. يعني إذا نحن فعلا ما انتبهنا لهي الأنماط، هاي الأشياء يمكن تغييرها. ما بقول إنه يلي نشأ بأسرة فيها بعض هاي الأشياء إنه خلص حيضل طول حياته هيك وريتها لأولاده، ولكن هاي الأشياء بدها فعلا إرادة ووعي. إنه طب افترضي حدا عم بيسمع هلا بيقول إنه إيه طيب مو مشكلة لازم يكون في تمييز، ما فينا نتعامل مع المشكلة. أول شيء إذا بدنا نعترف إنه في مشكلة أو لا في مشكلة، طب كيف بدنا نتعامل معها؟ هلا اللي تفضلتي فيه صحيح، لأنه بالنهاية نحن يعني الخبرات اللي عم نمر فيها يوميا هي اللي بتراكم وبتأسس وبتثبت أي وجهات نظر عنا إياها عن أنفسنا وعن الناس وعن العالم. بدي أقول شغلة كتير مهمة هون، في ثلاث يعني جوانب أساسية حول معتقداتنا الأساسية. الإنسان في عنده طريقة تفكير مقسمة لجزئين، جزء بينتبه له بيقدر ينتبه له، جزء عميق جدا بده شوية أسئلة ليوصل له. يعني قد واحد مثلا يتعرض لموقف صعب بالصف مثلا فيقول عن حاله عبارة مثلا انه انا غير محظوظ مثلا، او مثلا انا ما بعرف اتعامل، او انا مثلا كسول كطالب طفل صغير هو. هلا هاي كفكره خطرت على باله، مع الايام اذا استمرت عنده غالبا في وراها فكره اعمق، مثلا معتقد، مو فكره معتقد، اللي هي مثلا وطبعا بيكون حدا قايل له اياها، يعني مثلا بابا قايل له مثلا انت فاشل انت لا تصلح لشيء، او ماما او اخته او اخو الكبير، مع الايام ترسخت جواته بصير اسمه معتقد عميق. شو معتقده عن حاله؟ أنا فاشل أو أنا لا أصلح لشيء. هلا أي مثلا طلع الصبح عم يشغل سيارته قامت عطلت، أنا فاشل لأني ما بدير بالي على مثلا سيارتي، ما بعمل لها فحص دوري، بكركب له نهاره. هلا كلياتنا وقت تواجهنا تحديات نتضايق، بس بين نتضايق الضيق العادي بين تطلع هاي الأفكار اللي هي كتير عميقة وكتير مؤذية. هلا مع الأيام مع التحديات مع الصعوبات هدول الأفكار العميقة مع ظروف صعبة عم بتواجهنا بالحياة مع عوامل أخرى ربما بدنية قد نوصل قد مو أكيد للاضطراب النفسي. أوه. طب وين بيجي الاضطراب النفسي؟ بيجي من كل هدول، التربية، معتقدات جواتنا عم بتترسخ، تحديات بالحياة، ظلم، احتياجات مادية مو ملبة، خوف مثلا، قمع، استبداد سياسي بالمجتمع، كل هدول مع بعض. شو هو الاضطراب النفسي؟ وهو مهم نرجع عدم قدرتنا على مواجهة هاي الضغوطات أحد كلها. جوانبه بس في شيء تاني، في خلل بمجموعة من جوانب حياتنا مع بعض. هلأ المرض الجسدي على مستوى الجسد في شيء محدد، يعني مثلا خلل خلينا نقول بعضو معين بالجهاز التنفسي، بالجهاز مثلا الهضمي، بيحسنوا يعملوا تحاليل ويوصلوا له. طب نحسن نعمل تحاليل نوصل نشوف وين الاكتئاب موجود. يعني ما في هذا التحديد الدقيق بالاضطرابات النفسية، مشان هيك اسمها اضطرابات. إذا بتذكر حكينا من كم حلقة اسمها اضطرابات ما اسمها أمراض نفسية، المرض تحديده أسهل. طيب اضطراب مستوى الأسري الاجتماعي التربوي القديم، أفكارنا عن حالنا، عندي مثلا أنا تحديات بحياتي اليومية بالمدينة اللي أنا عايش فيها، خطورة، ما في أمان، كل هدول مع بعض نصل لشيء اسمه اضطراب. فإذا هو معاناة على جوانب عديدة من الحياة. فأنا بدي أقول للأهل حتى في مصطلح بالتربية اسمه الأسرة المولدة للمرض. أوه يعني هاي درجة أكبر للمرض، يعني هاي الأسرة تولد المرض، مو المرض العضوي، المرض النفسي. طيب يمكن هون حتى يعني حتى هون يعني الأم والأب بيقولوا إنه نحن ما بنفرق بين حدا من أولادنا، يعني هني بيكونوا حاسين بهذا الشيء، ونحن إذا بنحاكيهم بيقولوا بدنا إياهم يكونوا أحسن، نحن بنتمنى يكونوا حتى أحسن مننا، وبتضل هذا الشيء موجود عندهم وبيحكوا عنه. صحيح. لكن كمان مثلا أنا كنت عم أقولها حتى الصبح، لما بيكون في طفل مريض إجباري بدك تهتم فيه أكثر من رفقاته أو إخواته، يعني مو معقول أترك المريض مشان والله ما يتحسسوا.
أو واحد عنده نقص معين أو عنده تقصير بدراسته فأنا حابة إني أدعمه، أو واحد نجح وتفوق وأخواته لا، ليش لا أحرمه فرحة النجاح أو التقدير أو التكريم لأنه مشان ما يأثر على علاقته بإخواته؟ هلا فينا نعمل شغلة كتير بسيطة، كلياتنا نتشارك بهي العملية. يعني عندنا طفل مثلا عنده مرض معين، أو طفل مثلا بالأسرة عنده احتياج خاص، أو من الأطفال ذوي الإعاقة مثلا. الأهل مدفوعين بعدة دوافع لحتى فعلا يأمنوا له احتياجه ويعوضوه. طب هل نقدر نعمل عملية تشاركية مع أخواته؟ يعني دائما يكون في مستوى من المصارحة والحوار، أنه أخونا مثلا ما بيقدر، مثلا خلينا نقول إعاقة حركية، ما بيقدر يتحرك، فبدنا نساعده دائما مثلا لحتى يتمكن بعدين يعتمد حاله، الأخ والأخت والأم والأب. بينما تاركين كل هدول ومركزين هنيك، يعني نلتفت حوالينا مين في معنا نتشارك هاي الشغلة. قلتي من شوي شيء له علاقة بالأهل، إنه نحنا كان بدنا بنت أو كان بدنا صغير، هذا بيحط البقية تحت الضغط. ننتبه نحنا قدوة لأولادنا، كل كلمة من أولا بيسمعوها. فيها الأم تعبر عن هذا الشيء بينها وبين حالها أو بينها وبين زوجها، فيها مثلا بصلاتها بدعاء بأي شيء، ولكن ننتبه شو الأثر اللي بيتركوا فينا، بيتركوا باللي حوالينا كلامنا. الأم والأب هن القدوة، هن المعيار بالنسبة للطفل، خصوصي الطفل الصغير اللي عم يتعلم اللغة والتفكير. هو ينظر للعالم مو بعيونه، ينظر للعالم بعيون أمه وأبوه. طيب إذا أمه وأبوه نظرته للعالم فيها مشكلة، فحتنتقل لهذا الطفل. هلا هاي العبارات تبع انه انا كان بدي وكان بدي بتحط هذا الطفل تحت ضغط هو ما بيتحمله. يعني انا شو لي ذنب اذا الله بعت لكم صبي او بنت؟ حيحسسه بالذنب، كمان حيحسسه انه لابد انه البنات افضل من الصبيان حتى ماما وبابا بدهم بنت. نرجع لقصة ترسيخ معتقدات جواته عن حاله وعن الاخرين، فننتبه لهذا الشيء. ما بقول الاهل ما يعبروا، بس ينتبهوا كيف وضد مين عم بتوجه هذا الشيء. طيب خلينا نقول انه نحن يعني كبرنا وما كان، ممكن في كتار مننا ما كانوا محظوظين يكون عندهم اهل بكل وعي، وهن بحسن نيه كانوا عم يتصرفوا هذا الشيء، وكبرنا ونحن حاملين هذا جزء من هاي البعض بيسميها عقد. كبرنا وموجوده ويمكن نحن عم نتعرض لتمييز اكثر بحكم الهجره، النزوح. يعني كلمه نازح بحد ذاتها، انا مثلا بالنسبه لي اليوم انا نيلوفر اذا بسمعها ما بعرف شو بيصير لي، انه ببلدي ونازحه او لاجئ. لاجئ اخف عليه لانه بلد تاني. بلد تاني بس انه انا ببلدي نازحه، يعني بيصير بيشيلوا الكنيه بيشيلوا الاسم، هدول بيت النازح الفلاني، يعني هويته صارت نزوح. ايه يعني هي، يعني حتى لما كنا نسمعها بزمان بسوريا كانت هاي الكلمه تزعجني، ليش عم تنحكي عن ناس ثانيه؟ نحن بلد واحد يفترض هيك، يفترض لما من حي لحي صاروا، لما صارت بلشت الناس، مع انه انا كان ممكن استاجر بحي ثاني بغير ظروف الحرب وكانت الامور عاديه. فنحن لما بنكبر وبتزيد علينا هاي الاعباء وبتزيد هاي الحالات التمييزيه، نحن كيف ككبار بدنا نتعامل فيها؟ سؤال صعب صراحة، وسؤال كتير مهم، لأنه ملايين من الناس اليوم بالعالم هن نازحين أو لاجئين. بسوريا في ملايين، يعني اليوم عم نحكي بمستوى شمال سوريا بس، شمال غربها في 4.2 مليون بآخر إحصاء، نصهم ليسوا من سكان هاي المنطقة، ربما أكثر. فلكن تخيلي حجم ملايين، مليونين يعني. طبعا تحية لهم، لكل حدا اضطر يترك بيته أو يترك حيه أو يترك بلده. هلأ القضية معقدة، لأنه على المستوى المجتمعي السوري في عنا إشكالية تاريخية بهي القضية، فهي موجودة بكل مكان. يعني هلأ أنت صحة بتحكي عن اللي نزحوا بعد 2011، بس نحن عم نحكي عن نازحين مثلا وقت احتل الجولان مثلا. صحيح، يعني هي هاي الكلمة ضلت للآخر الأيام وهي بتقول هدول النازحين تماماً، إنه عشو. فهي قضية تحتاج معالجة على مستوى مجتمعي أول شيء. يعني مستوى مجتمعي، نحن كمجتمع، كتربويين، كسياسيين، كقادة رأي، كقادة مجتمع، كإعلام، وأنتوا مشكورين اليوم مثلا بتحكوا عن المساواة بالأجور، بكرة بتحكوا عن التمييز العنصري مثلا. لأن التمييز العنصري هو تمييز على أي أساس؟ عرقي أو لون أو لغة أو جنس؟ التمييز العنصري هذا بتعريفات الأمم المتحدة، فهذا نوع من التمييز العنصري، أنك توسم حدا بشيء، هو اختار يكون مثلا أبيض أسود، اختار يكون نازح أو مقيم، اختار يكون لاجئ. لا، أكيد في ظروف معينة خارج إرادته خلته يكون بهذا الوضع. وهي التعريفات اللي بدي أقوله هي سياسية أو قانونية، وليست تعريفات الاستخدام اليومي. يعني الأمم المتحدة اتفقوا أنه من يترك بيته داخل بلده اسمه نازح، نازح. من يترك بلده للحدود اسمه لاجئ. خلاص انتهت القصة، ما هو لحتى نستخدمها مع بعض يعني نسيق لبعض أو نوصل بعض. يعني هي هون الإشكالية. كمان تترافق مع أنه مثلا إنسان بس يترك بيته في ظروف صعبة بمر فيها، فأكيد بيعاني ماديا وغيره. بدنا نرجع لموضوعنا اللي هو
شو نعمل نحن اليوم؟ تعرضنا لظرف ترك بلد أو ترك حي أو أي شيء، أو حتى أو تعرضنا للتمييز بعمل، تعرضنا بتمييز بالعيلة لساتهم عم يميزوا أن واحد وضعه المادي منيح وضعه المادي مو منيح. يعني هون في سؤال كتير لطيف وبسيط ممكن ينسأل، هل هذا الشيء يلي نحن عم نتميز بناء عليه أو عم نميز بناء عليه هو بإرادتنا؟ يعني مثلا اليوم العالمي للمساواة بالأجور، هل مشكلتي أو مشكلة السيدة أنه هي أنا ذكر وهي أنثى؟ هذا الشيء خارج إرادتنا، نحن اثنين ولدنا هيك خلاص انتهى الموضوع، بس ما بيكون بنفس الجهد. يعني أحيانا حتى بغض النظر أنه هي امرأة أو رجل، أحيانا بيكون لأنه هو مواطن والتاني لا. كمان هي صعبة. نعم، فاللي أنا بقوله نسأل بس السؤال أنه هل أنا لي دور؟ يعني هل أنا ومثلا زميلي أو زميلتي عم يعني عم خلينا نقول عم نتعامل بناء على جهدنا اللي عم نبذله، ولا بناء على فقط هاي الخلفية تبع مواطن أو غير مواطن أو ذكر أو أنثى أو غيره؟ هي أول سؤال. فإذا في عنا قضيتين من فرق بيناتهم، أول شيء هل أنا أختار أو لا أختار؟ طبعا هي القصة بتبدأ بالبيت مع الطفل. يعني الطفل مثلا بيجي زعلان أنه اليوم قالوا لي أنه أنت مثلا نازح بين قوسين، أو أنت مثلا غريب أجنبي. هون بابا أو ماما فيهم يسألوا طيب ونحن هيك؟ نحن يا ماما اخترنا هذا الشيء؟ بيحاوروا إيه ليش أنتوا طلعتوا من البلد مثلا؟ بيسألون هذا السؤال، ليش تركتوا بيتكم؟ نحن تركنا بيتنا لأنه خفنا عليك، كان في قصف، كان في خطف، كان في أذى، نحن طلعنا لأنه منحبك. شوفي كيف الموقف اللي هو محزن ومسيء عم نحكي مع الطفل هلا انقلب لفرصة لأنه يتحاور ويوضحوا له دائما ويذكروا ليش نحن تركنا بلدنا. يعني هل نحن مبسوطين نترك بيتنا وضيعتنا وتاريخنا؟ لا. بس تعرف شغلة استاذ سلام، عم بحكي على مستوى الطفل، ها برجع على الألف كبير. يعني أنا مثلا عم بتذكر حالي لما كان في فترة معينة إنه نحن لأنه مثلا مسلمين أو بشكل عام يعني إنه نحن دائما في عم نتعرض للاضطهاد، بعدين نحن كسوريين عم نتعرض للاضطهاد ونحن في مؤامرة علينا، فكنت أشعر إنه ليش نحن ضعفة. يعني كنت أغضب بداخلي إنه ليش دائما نحن ضعيفين، شو ليش يعني من بين كل هالكون بهالعالم طلعنا نحن الضعيفين ونحن المستهدفين؟ شيء بيحسسك من جوا بالغضب إنه ليش، يعني انه فهموني ليه، يعني ليش بس نحن، ليش انتم ضعفاء، ليش انتم ما بتعملوا شيء، ليش ما بتساووا شيء؟ بتضل هي التساؤلات بتكبر معنا. يعني دائما يعني عم بتخيل انه لو كنا اوروبيين ما كان رح يكون نفس الوضع. يعني انه ما عم حس انه هذا جواب منطقي انه هيك ظروفنا مثلا. طب بدي اسالك سؤال، هل فعلا نحن ما عم نعمل شيء؟ بحس انه اي الشيء اللي سويناه ما له كافي، ما له كافي. بس يعني مثلا على انه مثلا بنقول نحن متاخرين، نحن مضطهدين، لا انتم ما اشتغلتوا مثلا على التعليم صح. طيب بس انا ليش انا سالتك هذا السؤال؟ انتبهي استاذ نيلوفر انه اللغه اللي بنستخدمها هي الاساسيه بشعورنا بعدين. يعني مثلا التعميم هون انه نحن ضعفاء مثلا، نحن ما عم نعمل شيء، هون في لغه تعميميه فيها تركيز. ما عم بحكي لغتك، طيب لا بس انه انا قصدي انه نحن حتى بخطابنا المجتمعي نحن دائما بنعمم، يعني نحن مستهدفون، نحن ما بعرف شو، يعني وكانه نحن عم نميز حالنا انه نحن لانه افضل فالناس عم مؤامرة علينا. إيه انه نفس الخطاب هو تمييز، يعني نحن ايضا عم نميز. عم نفضل حالنا عليهم. وهني اقوى فهني اجوا كمان هاجموا. طيب حقول لك شلون ممكن ندير هيدا. اول شيء وقت الانسان بيتعرض لموقف صعب بده يكون عنده ردود فعل فيها حزن وغضب ورفض. بهي اللحظة ما في مجال للمنطق، هاي بدنا نحطها ببالنا. هلا بعد شوي تنطرح هاي الأسئلة. طبعا أنا ليش عم مركز على البيت؟ لأنه من هون القصة تبدأ. وقت البابا والماما واعيين شوي بيسألوا للطفل إنه هل فعلا أنت مثلا إجا اليوم آكل مثلا بهدلة أو ضرب من رفقاته أو من أستاذه الأجنبي؟ بيسألوا ماما هل فعلا الأستاذ كل يوم بيضربه؟ لا أول مرة. طيب كم صف صار لك بالمدرسة؟ صار لي هلأ أزان صف سادس. كم أنسة أو أستاذ مر عليك؟ خمسة. كلهم أساءوا لك؟ لا بالعكس، هذا أول واحد. شو اللي عم جرب أنا أقوله هون؟ الخروج من لغة التعميم، لغة التفكير اللي فيه شو سلبي. يعني مثلا نحن دائما بنفشل، نحن ما عرفنا نعمل شيء، نحن مثلا السوريين ده. لا ليكم السوريين، الفكرة أنه المنظار اللي عم نستخدمه. هلأ نحن في عنا 11 أو 12 خطأ تفكير كتير مشهورين بس ما بننتبه لهم. التعميم، التركيز على السلبيات وإهمال الإيجابيات، الشخصنة أنه هذا الشيء ضدي، لا هو ضد أي حدا. بتعرفوا قديش في لاجئين بالعالم؟ مئات الملايين أو عشرات الملايين عفوا. قديش في نازحين داخليا؟ كمان كتير. طيب بتعرفوا أنه في بلد اسمه كوريا الشمالية ما عندهم تلفزيون بالبيت مثلا؟ هذا الحوار اللي أنا عم أقوله هلأ بيجي بس حدا بيقول لك إيه شو بيفيدنا؟ بيفيدنا أنه مو بس نحن عم نتألم بالعالم،
مو بس نحن، أغلب دول العالم فيها معاناة. اليوم إذا بتشوفي عدد دول الأمم المتحدة 195-194 المعترف فيها كدول، يمكن 40-50 اللي فيها حقوق إنسان ديمقراطية، يمكن، أو خلينا نقول 100. طب 100 التانية قديش عددهم؟ نص سكان العالم. اليوم في أقانيم كاملة ببعض الدول ممنوع يطلعوا، في أقانيم كاملة ممنوع يتعلموا، في قوميات كاملة ممنوع يروحوا على المدارس أو يحكوا لغتهم، وا وا وا. فأنا ليش عم جرب أقول هاي الأمثلة؟ حتى أرجع للطفل أسأله أنه هل فعلا دائما بيصير معك هيك؟ لا. طب ما عندك صديق أنت، سواء كنا عم نحكي عن الناس اللي بسوريا النازحين، ما عندك محمد وأحمد وسعيد هن من أهل الضيعة نفسها اللي أنت نحن نازحين عليها؟ بلا. طب معناها كل الناس سيئين؟ لا. كل الناس بيسيئوا لنا؟ لا. اطلعنا من لغة التعميم للتركيز. نفس الشيء مع الطفل اللي مثلا هون بغازي عن تاب تعرض لإساءة من جاره أو الطفل، كل رفقاتك هيك؟ مو فلان وفلان وفلان ورفقاتك بتلعب معهم كل يوم؟ بلا. صحيح. بس في نقطة هم مهمة، الإعلام بيلعب دور، والسياسيين بيلعبوا دور، قادة الرأي بيلعبوا دور، والمشايخ بيلعبوا دور. الخطاب التعميمي تبع نحن فقط، مو بس السوريين بالعالم عم بيعانوا، مو بس المسلمين، مو بس العرب، مو بس الكرد، ونحن منا أفضل من حدا يعني طبعاً. لحتى نكون مستقبل. هو نفسه هذا الخطاب يحمل جواته رؤية تفوقية وتمييزية من حالنا تجاه الآخرين. إذا نحن بنرجع لنقطة، الإنسان ممكن يتعرض لظروف صعبة. الفلسطينيين صار لهم 48 مثلا، في نحن بمجتمعنا السوري مئات عشرات العرقيات الصغيرة اجوا من بلاد الاتحاد السوفيتي وما بعرف شو هدول يعني، كمان بدنا نذكر انه هن عم بيعانوا. فانا شو اللي عم بقوله؟ ننتبه على اخطاء التفكير تبعنا اللي عم ننقلها لاولادنا. لو بتحبوا بعد الفاصل ممكن فعلا نحكي شو هي اخطاء التفكير هي الشهيره مشان ننتبه. تماما. في كمان بعض الاسئله بس عشان نحطها ببالنا انه ممكن نجاوب عليها ايضا. رح نطلع هذا الفاصل القصير وبنرجع. مرجان للشحن، للشحن البري والجوي والبحري، خبرتنا في خدمتكم. حابي أقول للأصدقاء اللي عم يشاركونا بتعليقاتهم إنه صار بإمكانكم أيضا تشاركونا باتصالاتكم. نحن مخصصين الفقرة يكون بالبداية في حديث للمعلومات النظرية الأساسية، ومن ثم يكون في استقبال لاتصالاتكم وقراءة لأسئلتكم ضمن التعليقات. فبدنا شوي هيك نطول بالنا لحتى نكون نقدر نتعاطى مع الكل. صديقنا منير عم بيقول يريد ضيفكم يحدثنا عن التمييز والمحاربة بمجال وسائل التواصل الاجتماعي، غايات أو أسباب. ممكن هون بس نحطها كنقطة يعني بنرجع لها إنه كيف نحارب التمييز العنصري أو وسائل التمييز. أحيانا بيكون في تمييز يعني ما بعتقد، يمكن هون قصده التنمر اللي بيصير أو إنه بفضله حدا على حدا. بعتقد هيك. كمان في عنا سؤال تاني، باسم الأحمد بيقول صديقنا أنه هل تتوقع بالسنوات المقبلة تكون مبشرة بالقضاء على التمييز اللي بنعيشه بين أفراد العائلة الواحدة والمجتمع اللي فاق بتمييز والتمييز العنصري اللي مارسته الولايات المتحدة على مواطنيها السمر؟ بعتقد أنه هو قصده هون على الثقافة الاجتماعية مشان المجتمع اللي بيشحن الأم سلبي وبيخليها دائما متوترة وحاسة بالتقصير بتربية أطفالها. مع الأسف هذا واقع جدا مريء. عن جد الأمهات كتير يعني إذا شافوا طفل عم يلعب أو أمه ما سكتته كيف تارك أولادها؟ شو هالترباية؟ حكم. فمباشرة يعني يبلش أنه ما نعرف عن تربيهم. أستاذي سميرة بتقول التمييز مقبول على أساس التفوق والتمييز، هذا التميز وليس التمييز. فعم تقول أنه هذا التمييز المادي أيضا بيكون بيلعب دور. ممكن تحكي لنا عن التمييز اللي بيصير بمجتمعنا واللي بيكون له أثر ظاهري تقريبا. بس نشوف للأسف التمييز صار عم يحكموا المال وليس الأخلاق، يعني عم بيذكروا كمان. تقريبا هي هي. طيب شو فينا نعمل عشان التمييز على وسائل التواصل؟ بس بدي أقول لكل حدا عنده فيسبوك أو تويتر وقت بيكتب أي بوست يعني منشور ينتبه يرجع يراجعه مرة ولا يكتب هو غاضب، لأنه هو غاضب الإنسان بس يكون غاضب انفعالاته بتخلي المنطق يتراجع، فبتكون أحكامه حدية وقاطعة.
كل مثلا كل اللاجئين كذا، كل النازحين كذا، كل أهالي المنطقة كذا، كل الأجانب كذا، كل الأتراك كذا مثلا، تطلع لأنه في لهيك شوية يعني رواسب جواتنا، آثار جواتنا. بس يغضب بيروح المنطق والحكم، والإيجابي بيروح وبيطلع شو السلبي. صحيح. تلاقي منشور غاضب بعد يومين بيقرأ بيقول شو هالحكيان، بيكون كل الناس شافوا، خاصة وقت بيكون كمان يعني ظهرت فترة إنه صار في تمييز بين أهل المدن وأهل الريف، أو المثقفين وغير المثقفين، أو الأصحاب المهني أو الداخلين عليها بمهنة معينة، حزبي وغير حزبي مثلا. وكمان بيصير إنه أبناء منطقة على أبناء منطقة أحيانا بحس فكاهة بتقلب جد. نعم، هو المزح وجه الثاني للجد، المزحات هاي. فبنا ننتبه أحيانا فعلا الناس من دون ما يقصدوا بيقولوا نكات على أهالي منطقة معينة. على بسوريا يستثنى أهل حمص لأنه هن أهل النكتة، مو عم نحكي عنهم بتمييز، فعلا هن أهل النكتة، فليست القضية في إساءة. بس لو في نكتة فيها إساءة ما مقبول حتى لو مزح. هلا نحكى هون خمس أسئلة كل واحدة تستحق حلقة كاملة صراحة. بدي أقول لك إنه اليوم وسائل الإعلام بتلعب دور كتير مهم، لأنه الكل شايف. يعني قبل 10 سنين كان لا يمكن الوصول لبعض بسهولة، حتى الإذاعات مثلا بسوريا كان في إذاعات خاصة بتذكر، بس كان في كل شيء له سقف، وكان كان بداياتها. بينما اليوم نحن عم نحكي عن أي حدا بيحسن على قناته على اليوتيوب بيعمل موضوع، بيجتمعوا 2-3-4 بيعملوا قناة يوتيوب أو صفحة فيسبوك وخلاص، بصيروا بيعملوا بث مباشر، بيشتركوا اشتراك بتطبيق زوم، بصيروا بيعملوا محاضرات مشتركة. اليوم راديو روزانا وفي 5 أو 6 مثل ما فهمت في 5 أو 6 إذاعات سورية هون. طب معناها هون نحن نحكي عن فضاء مفتوح لكل من يريد التقديم، ونحن نقدر ننقده نقول هذا الحكي ماله صحيح، هذا الحكي تمييزي، هذا حكي عنصري. فإذا هاي أول نقطة. فكان بيسأل الأخ هل يمكن أنه نحارب التمييز على وسائل التواصل؟ طبعا أول شيء بس ننتبه شو الصح شو الغلط، شو الخطاب اللي فيه تمييز وعنصرية وننتبه له. ممكن احنا فعلا نبدأ ننصح بعض، نذكر بعض، نوعي بعض، بس نبدأ بحالنا أول. هلأ هل أتوقع تغير التمييز بالعالم؟ أكيد أكيد. اليوم عم بيتغير العالم، اليوم الأمريكيين انتبهوا وعملوا تحركات واحتجاجات بالشارع. ليش؟ لأنه في شيء غلط بكل العالم. اليوم خطاب التمييز ما عاد مقبول، اليوم ما عاد مقبول أي مشهور أو ممثل أو رئيس يطلع يحكي خطاب عنصري. إذا حدا طلع حكى خطاب عنصري كل العالم اليوم بتنكتب بالجرائد. فأيه في تغيرات، هلا في مناصرة للقضية، في وعي، إيه، بس حيتغير بسرعة؟ لا، لأنه هذا الشيء عمره سنوات طويلة، فبده وقت أكيد وصبر. الأم يحكم عليها، بدنا ننتبه إنه الطفل لا يحكم عليه مثل الكبير. يعني طفل بيوقع مثلا هو ماشي بكب شيء على السجاد، يعني هذا طفل، هذا بده يركض. بس دايما بيقولوا اني معنك عارفين تربي انت اللي مقصره. طيب هي ربته حتى احيانا بتعبير بتقول هذا بسميه ابتزاز عاطفي، ليش شعورها دائما بالذنب بيتخلصوا هني من الابتزاز. كثير الاباء بيقولوها وقت بيصيروا الطلاب بالبكالوريا او بالاعدادي وبيرسبوا هذا ابنك وقت بينجح هذا ابني. طبعا نحن كبشر دائما هيك نسب الفضل لحالنا. هلا هون بقى الأسرة هي قديش في بيناتهم حوار، إنه هل متعاونين فعلا؟ يعني الأم بالبيت أو بالبيت وعنده شغل والأب عنده شغل، تخيل المسؤولية المضاعفة. أم بالبيت وده تدير بالها أولادها وعنده شغل والأب عنده شغل. طب يعني هون في شيء ما له ظابط، يفترض يكون في عدالة فعلا، يعني مساواة بكل شيء. فبرجع بقول هاي الأشياء ما من السهل تتغير، ولكن على الأقل يكون في حوار، في نقاش، في فعلا أسئلة منطقية. إنه هل أني أولادي لحالي؟ شو أنا جبتهم يعني لحالي مثلا؟ بده يكون في هذا السؤال، انه يعني هذا الحكي ما مقبول، انا وانت متحمل المسؤولية. بس هذا الشيء بده وقت اكيد، بده صبر، لانه هذا الحوار اللي بيجروا الام والاب عم يتشربوا اولادهم، يعني عم بتخانقوا، الاولاد عم يسمعوا. تأكدي تماما غالبا حيكرروا نفس الحديث بس يتزوجوا، عم بيتشربوا. ليش؟ لانه الصبي اللي سمع بابا بيقول لماما انه هذا شغلك هدول اولادك، خلص هي عنده يا قاعده، فبيقولها لاخته. حتى لو كان هو عم ينكر تصرف ابوه، حتى لو كان عم ينكره، ما هي الكارثه الكبرى هي لانه هو عم ينكره على مستوى شو فكري، انه لا ما بيصير هذا الحكي، بس هو متشربه لانه هذا النموذج تبعه، هذا البابا اللي انا مثله. حتى لو هو بهداك الوقت عم بيحس انه ابوه مخطئ بحق والدته وبحق الكلام وبحق اخواته. للاسف ايه طبعا، ما عم اقول 100% كمان مشان ما انا اوقع بالتعميم وانت، ولكن نسبه مقبوله ومعتبره حيكرر نفس السلوك. شو هي المسؤوليه؟ انه انا انتبه الشيء اللي عم ساوي، اللي عم ساوي وين بده يصب بالاخير. يعني مثلا في مبدا بالعمل اسمه دونو هارم، عدم التسبب باذى.
إذا أي طبعا هذا بالعمل الإنساني وبالعمل مع الطفل وبالعمل النفسي، أي شيء بدي أنا أستخدمه، أي ممارسة مهما كانت بسيطة، إذا يحتمل تسبب أذى هلأ أو بعد 100 سنة على 1 من مليون من البشر، هي ممارسة مؤذية. طيب يا ترى وقت الأب والأم بيكونوا عم بيتحاوروا هذا الحوار قدام أولادهم، أنت السبب، أنت ما بتعرفي، أنت بتعرفي هدول أولادك، هي تربايتك، طالعين لأهلك، طالع. إذا في احتمال أنه ولد من أصل 1 مليون يكرر هذا السلوك مع أولاده، إذن هي ممارسة مؤذية. من باب المسؤولية والأخلاق والمهنية، مو المهنية، هي مو مهنية، المسؤولية والأخلاق، أنه أنا انتبه أنه ابني بكرة حيعمل مثلي، ما أقدر على هذا الشيء. وإذا بدي أتخانق أنا وزوجتي نفوت على غرفة نسكر الباب ونتخانق، بس ما يسمعون الأولاد. بس للأسف يعني أنا عم بتخيل أنه ما كل الناس عندها كل هالوعي، وبالتالي هني ما بيهتموا، وخاصة وقت بيكونوا معصبين أنهم ينتبهوا لهذا الكلام. ففعلا رح يكون في عنا أطفال هني أخذوا هذا الكلام تشربوا، ونحن اليوم قدام أطفال عانت من التمييز على مختلف الأصعدة. نحن في عنا نظرة أنه الطفل لا يفهم، أنه ما بيفهم، يعني هذا الطفل الصغير شو بيفهمه. انا حاعطيك هلا مثالين ثلاثه انا انصدمت فيهم، مع انه انا ده يعني بدراستي بعرف انه الطفل يلاحظ كل شيء من 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 عمر يوم هو ببطن امه، بيسمع كل شيء عم بيصير، كل شيء عم بيصير عم يسمع. اطفال بكون عم بحكي بالاستشارات، بكون عم بحكي انا والوالد شيء، الطفل عم بيلعب، يعني احنا غرفه الاستشارات كبيره، فالاب والام قاعدين والطفل عم بيلعب بالالعاب جنبنا، وبقول له انه مثلا هلا انا احكي مع ماما وبابا، انت العب شوي، بدي اساله شوي عن صحتك وطفولتك، باخذ اذنه. الأب بيحكي معلومة وبيوطي صوته، بيقول له ابنه لا مو هيك، بآخر الغرفة، صدقيني بآخر الغرفة مركز. أو لأمه كل كلمة عم تنحكى، ليش؟ أول شيء بيعرف عم نحكي عنه، هن جاي من شانه. طيب أنا شخص غريب وقال هاي الكلمة قدامي لبابا، طب بالبيت هو مو مركز على كل تصرف وكل كلمة وكل نفس وكل غمزة. أنا بتذكر بطفولتي، وانت بتذكري وقت كنا صغار مثلا بنكون بالعيلة غمزة من مثلا من عمي لخال، من جد لست، أب لأم، انه مثلا بنكون عم بيحكوا شيء، نطلب شيء، بيغمزوا بعض. انا بتذكرهم، انا ملاحظ ذا كل شيء وحضرتك بتذكر. فبدي ارجع اقول للأهل، الاطفال ليسوا لا يفهموا او ليسوا كائنات لا تفهم، يفهموا كتير منيح ومركزين عليكم انه عم بتشربوا منكم النموذج. في شغلتين او ثلاثة بدي اختم فيهم. مبادئ التربية يجب أن تكون 3 شغلات: احترام، احترام ومعاملة حسنة، مساواة. مو مساواة بين الأولاد، بيني وبينهم، بيني وبينهم. شو يعني؟ ايه صغير هو، بس هو له حق يسأل، هو صغير وأضعف مني، بس له حق أني ما عنفه وإجي عليه بالقوة. هو ما فهم هاي قضية، بدي إجي على حالي وبسط له إياها ووضح له إياها. ما في قضية لا يمكن نقاشها مع الطفل، ما في قضية تقريبا لا يمكن نقاشها. هلا بجوز تقول لي مثلا حتى القضايا مثلا الجنسية، حتى القضايا الجنسية بما يتناسب مع شريق عمره. طبعا في مبادئ للتربية هي اللي بدي يقوله، بس يحطوا ببالهم الأهالي المساواة. شغلة أخيرة، هذا الولد مو ملكي، هذا ابني بس مو ملكي. جبران بيقول أولادكم هني مو ملككم، هني ملك لهي الحياة ولهذا الكوكب. أنتوا زوجين اجتمعوا وجابوا هذا الطفل، بس هدول مو لك، مو ملكية مثل الكاسة. أنت هذا الطفل بدك تربيه وتهيئه، وغالبا بواجبك تجاهه. هذا الطفل حيطلع، حتى مثلا في مقولة لعمر بن الخطاب، شوفي الحكمة، هي آية قبل 1500-1400 سنة: ربوا أولادكم على غير زمانكم، ولدوا لغير زمانكم. قديش يعني نحن كنا نعتقد انه بهذاك الوقت هني ما بيعرفوا شيء، او ايه، او متعصبين اكثر من زماننا، انه نحن اكثر تحررا، طلعوا منفتحين اكثر. فانا بس بدي اقول هال3 شغلات حطوهم بالكم يا اهالي، ولحالي انا انا عندي طفل، احترام قالي لزوجتي، يعني احترام، معامله حسنه، مساواه. نحن هدول الثلاثيه يعني المهمه. رح ناخذ كمان اتصال قبل ما نختم اللقاء. الو الو الو، صباح الخير. صباح النور. يا هلا، مين معي؟ خالد. خالد، تفضل خالد، شو سؤالك اليوم؟ خالد الصوت ابدا ما هو واضح، اذا بتبعد شوي من المايك او بتفكه وبتحكي من بدون سماعات. مش الحال نوعا ما اوضح، نوعا ما تفضل. سؤال اليوم خالد، أنا نهائيا ما بقدر اسمعك، اعذرني، ما نهائيا ما قدرت افهم شو عم تحكي،
كل اللي عم يسمعونا للأسف ما عم نقدر إذا بتكتب على البث المباشر بيكون أسهل قبل ما نختم خالد معك. شكرا لك. بدي ارجع بما انه نحن عم نحكي على الاحترام على المساواة، بتذكرني المعاملة الحسنة. انا بعتقد انه حتى هي مع الكبار كمان لازم تكون موجودة طبعا، يعني انه حتى اليوم اذا انا عم عاني من تمييز او انا عم بيتميز حدا قدامي كيف نحن كمان نتعامل بهذا الموضوع؟ نعم. يعني خاصة انه اليوم لليوم مثلا بما انه ذكرت السوشيال ميديا، بتحس انه بالسوشيال ميديا لما بيصير هذا الموضوع بيصيروا صارت حادثة دغري بيميزوها انه هي تمييز عنصري مثلا ضد اللاجئين او ضد السوريين، وبينزل هاشتاغ او بينزل هذا الموضوع. ونحن بالنهاية عايشين بهذا البلد، عنا ظروف بتجبرنا انه نكون يعني اكثر حرصا على سلامتنا وسلامة الناس اللي بنعرفهم، ونحن بنعرف انه مو كل الناس سيئين وما كل الناس كلهم صالحين بالمقابل. نحن اليوم ككبار وكواعين كيف نتعاطى حتى سواء على السوشيال ميديا لحتى ما نتاخد بصورة سيئة وبنفس الوقت ما نحس انه نحن مغبونين ومظلومين؟ شو اللي لازم نعمله لحتى نعرف نحمي اطفالنا على القليلة، على القليلة نعطي صورة منيحة؟ ليش بنضل هذا العبء علينا؟ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نعمل؟ صراحة سؤالك بحتاج نجيب مثلا كل الصف الأول من السياسيين السوريين قادة المجتمع نقعد هون، شو خطتكم تعاون مع القضية؟ سؤال لأنه كبير كتير، يعني سؤال ذو بعد اجتماعي سياسي تربوي. أنا بدي أقول بس كلمة واحدة، مبدئيا كل حدا عليه مسؤولية. هلأ الإشكالية وقت نحن نمر بظروف صعبة منفسر الأمور بمنظور ذاتي شخصي، يعني أنا السبب أنا غلطت. الإنسان بس يكون غاضب يقول أنا الحق علي جيت على هالبلد مثلا، أنا الحق علي جيت على هالمدينة عشت فيها. بيعمي بينسى جاره وجارته المنيحة معه، بينسى الناس اللي استقبلوه. ليه؟ لأنه غاضب، عواطفه طالعة. هلا بدي أقول شغلة مهمة، الخطاب الذي يستخدمه السياسيين في العالم هو خطاب انتخابي لا أخلاق فيه، هي بدنا نحطها ببالنا. طيب نحن كون كأفراد بس يعني... بس لك فيلك جزئي اسمحيني، كل يومين والثالث بينط سياسي بهذا البلد وبغيره بيحكي على السوريين مثلا على فكرة سواء كان منيح أو عاطل. استخدام هذا الملف لأغراض سياسية انتخابية، ما حدا بيحب أنه يستخدمه لأغراض إنسان. يعني طيب وقت أنا بقول قبل ما يعني أنا بغض النظر على الخطاب، أنا كمواطنة مثلا اليوم طلعت كتبت شغلي على الفيسبوك فصار في عليها شير كتير، في ناس إجت يا أما عم تهاجمني أنه عم تأيد هذا الشيء وبتحكي قصص، يا أما للأسف يعني بتهيني وبتبلش تسب لأنه هذا الحكي مو صحيح وبتذكر قصص. قصدك إذا شيء عنصري؟ إيه تماما. بتلاقي أنا جيشت فصار في تجيش، نحن كأفراد وصار في هذا التجيش بغض النظر كيف نتعاطى مع القصة بدون ما ننظلم أو نظلم؟ مبدئيا نحن في عنا معيار اللي حكيناه بالأول. أول شيء وأنت بدك تكتب أي شيء بدك تنتبه أنه اليوم الفضاء مفتوح، أنت وقت تكتب شيء من حق كل حدا يرد عليه طبعا بحدود الاحترام. يعني أنا مثلا حدا بيسبني مثلا على الفيسبوك أو غيره، أنا ببساطة فيني أحصره هذا الشخص وخلص، يعني ما فيني ربي، عفوا يعني المصطلح، ما فيك تربي حدا على الفيسبوك اليوم لأنه كل حدا له شخصيته له خياراته له. فأنت ببساطة فيك تتعامل مع هاي الناس بهي الطريقة. بس السؤال هو شو اللي أنت كتبته أو أنت كتبتيه لحتى خلى الناس تفوت تنفعل بهذه الطريقة؟ معناها في شيء ما له تمام. هلأ في عنا شيء اليوم اسمه مبادئ حقوق الإنسان، يعني تلتين من شوي انه هذا حكي ينطبق على الكبير. طبعا حقوق الإنسان 30 مادة فيها معروفة كل الناس تعرف، حقي بالصحة وبالتعليم وكمان انه ما يكون في تمييز، هي اليوم حقوق إنسان متعارف عليها عالميا. هلأ نرجع للمبادئ المجتمعية والأخلاقية والدينية، كمان تمنع التمييز. هلأ بيجي هذا باللي لا يا أخي الدين في مبادئ تمييزية بين الأديان وبعضها، يعني القضية اللي احنا عم نحكي فيها هي خلينا نقول تفسيرات أو اجتهادات أو آراء يعني على اليمين أو على الشمال، آراء شاذة. وإنما أصل جوهر الإنسان هو أنه الناس كلهم متساوين بالعرق وباللون وبالفرص، هذا الأصل. هلأ بيجي ده قضية أنه التمييز بين الناس على أساس الجهد، في أحد المشاركات هيك قالت صحيح، وقت أنا وأنت مثلا منوقف على خط السباق منتسابق طبيعي بس ننتهي، إذا أنت كنتي الأولى يكرموك ويزقفوا لك، يعني منطقي هذا التمييز مقبول، أو خلينا ما نسميه تمييز، خلينا نقول تكريم أو يعني تعامل على أساس الجهد، أنا اجتهدت حصلت بالتعليم نفس الشيء. ولكن أنه أنتوا تحاسبوني على شيء لوني أو عرقي أو مولدي هو الشيء الغلط. فالقضية المجتمعية اللي أنت حكيتي فيها
قضية بدها معالجة مستوى مجتمعي. أنا مو ذنبي إنه بالمجتمع في تمييز. أنا نتيجة يعني أنا أتعامل مع الأشياء اللي بدائرة تحكمي. في دائرتين في الحياة، دائرة كبيرة كتير فيها السياسيين والأخبار والحرب، ودائرة صغيرة بتحكم فيها أنا، اللي هي أكلي وشربي ونوم وموعد نومي وفيتي ودراستي وغيره. هاي أنا بحسن ركز عليها أكثر، بعدين بقى بننتقل للدائرة الأكبر. رح ننتقل للفاصل الإعلاني ونرجع ممكن. عم تسمعوا إعلاناتكم على 98.5 FM على روزانا. شركة مرجان للشحن والخدمات اللوجستية للشحن البري والجوي والبحري. نقدم خدمات الشحن الكاملة والجزئية والطرود والظروف البريدية من داخل تركيا وإلى جميع أنحاء العالم. مختصون في التخليص الجمركي داخل وخارج تركيا. نتميز بالشحن من الباب إلى الباب في كل من السعودية، دول الخليج وصولا للسودان، كافة المحافظات السورية ولبنان، ألمانيا وكافة الدول الأوروبية. غازي عنتاب، غازي مختار باشا، هاتف 0537-614-9832. مرجان للشحن، خبرتنا في خدمتكم. سليم، أخيرا لقيت مدرسة كتير ممتازة بتدرس 3 لغات، عربي وإنجليزي وتركي، وبتعتمد المنهاج الأمريكي والعربي. أول مدرسة بغازي عنتاب حاصلة على هيئة الاعتماد الدولي آيا. ممتاز، وفيها ملاعب؟ إيه لكن فيها ملاعب مفتوحة وصالات رياضية مغلقة وخطة واضحة للأنشطة البدنية والحركية، وفيها مختبرات علمية كمان. وسمعت إنه عاملين خصم لأول 100 طالب. بقومي خلينا نلحق نسجل لنستفيد من هالعرض. مدارس الإبداع الدولية الخاصة من الطفولة وحتى الثالث الثانوي، تركيا، غازي عنتاب جانب إبراهيم مول. للاستفسار 0530-77-77-102. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555-00-32-888. نتابع من جديد معكم، بناخد اتصال. ألو ألو ألو، صباح الخير. اتصال موبايل ولا أورتي؟ اتصال واتساب. صباح الخير. صباح الخير. يا هلا يا هلا أبو محمد، تفضل. بس دي أسأل أنا سؤال بعد إذن الأستاذ. يعني اليوم عندي أنا 3 أولاد. الله يخليك. الله يسلمك. عندي الكبير 5 سنين، الوسطاني 2.5 سنين، وعندي الصغيرة 7 أشهر. تفضل. إيه إيه، فعندي أنا الوسطاني 2.5 سنين لسه ما يعني نطق ما عنده لسه. الوسطاني 2.5 سنين. أخته 2.5 سنين. إيه، عبولوا لي إنه هذا احتمال، سألت دكاترة قالوا لي احتمال تأخر نطق. فوقت الأخته مثلاً أمه ترضع أخته مثلاً تعطيه الببروني كذا، فبيغار هو كثير. وقت بلتكي بهز السرير كمان بيغار أكثر، بيسحب بيجري بلي إنه لا تهز أو عيدة بيغار. إيه هاي شغلة عبعان منها. وعندي ابني الكبير لسانه متبري منه، يعني عكس أخوه تماماً. يعني بحكي حكي أحياناً، يعني بوقف مخي وقت بسمع ويقع بحكي حكي عن جد. يعني حكي كبار، يعني حكي قصدك حكي بذيء ولا حكي شيء ثاني؟ اسلوب كبار. حكي اسلوب كبار. تمام، يعني ما في يعني كلام بذيء او اساءه او شيء. هلا هو كلام بذيء احيانا بسمع من برا بعض الكلمات. فبنبهوا على الشيء. وفي هون ملاحظه، ابني الكبير يعني مثل ما بقولوا في دلال زايد من ناناته الاثنين يعني. نعم. الله يخلي لك اياهم. طيب اخي، الطفل اللي عمره 2.5 سنين وقت ولادته، هل كان في اي مشاكل حاضنه، ولاده قيصريه ولا لا؟ كانت لا، هو ولاده، انا ولادي كلهم قيصريه. حطوه بحاضنه او وقت ولد كان في شيء مو طبيعي يعني؟ لا هو انا هذول ولادي قبلهم كان 3 أولاد معه، شو ولدوا يومين وموتوا.
ورب العالمين رزقني بقى ثلاث اولاد كمان الله يخليك يا عم يحميهم يا رب. الله يتبعك. وعندي الصغير بس في نقطه قبل ما بعد اسمعك. تفضل تفضل. عندي هذا السنتين ونص وبجي بعيط عليه او امه بتعيط عليه فاجي بيجي شو بساوي بقرص اخوه او بخرمشه ونفس كذلك الامر لالي او لامه يعني الشخص اللي بضربه بيجي بتفشفش بغيره مو بالشخص اللي ضربه. طيب انا وسهلا فيك حجاوبك هلا. اللي بدي اقوله لاخونا المتصل الاطفال بشكل عام يعني ببلشوا يحكوا بعمر حوالي السنه طبعا ما بيحكوا مثلنا بيحكوا ببلشوا يستخدموا المفردات طبعا بس نقول عمر سنه عم نحكي وسطيا يعني قبل شهرين ثلاثه بعد شهرين ثلاثه هذا حد طبيعي لسنه ونص. هلا انه يوصل لعمر سنتين ونص طفل وكلامه ما يكون مثلا مثل اخوه واخته وقت كانوا بعمره هون في عنا تأخر يعني كبير ما عم نحكي عن شهر شهر عم نحكي عن بحدود هلأ سنتين ونص عم نحكي عن تأخر بحدود سنة على الأقل إذا من سنة ونص عم بيقول إنه قالوا له في تأخر نطق ربما رايحين عند اختصاصي أو لا بس اللي بدي يقوله بس نحن أي شيء نمائي عند الطفل مثلا الطفل يفترض يزحف ويمشي كمان بنفس الحدود تقريبا بيزحف بعدة أشهر بيمشي بحدود السنة صار عمره سنتين وما مشي بدأ تدخل هلأ تأخر شهر غير تأخر سنة أكيد. هون بدها انه تدخل. هلا اللي بنصحه للاخ نفس المراكز دائما بنحطهم يراجعون يعني مركز الصحه النفسيه اللي ببنيفلر للاوسو مركز الصحه النفسيه اللي بتشارش اذا هو ساكن بعنتاب طبعا في بكلس في بالريحانيه في باسطنبول وانقره يتصل فيهم ارقامه صارت محطوطه عدة مرات ياخذ موعد يقول لهم عندي هذا الطفل عمره سنتين ونص وبيشوفوا الاختصاصيين على الاقل بيطمنوا ان شاء الله ما في اي مشكله بس لربما طالما متاخر كلامه ربما في مشكله وفي اختصاصي النطق اكيد. نعم ناخذ الاتصال الثاني. الو الو صباح الخير. صباح الخير محمود تفضل. يسعد لي صباحك. بس بدي اسال الدكتور عن موضوع انه المدارس المدارس عم بيصير انه يعني تمييز كثير بالصف بتجي مثل الانسه او الاستاذ بيركزوا على فئه اللي أساس إنه يصاحين من الطلاب مثل كل باقيين ونحن كدور إيش دورنا الأهل بالبيت بنحتوي هالموقف هذا هلا إنه الطالب وقت يكون مثلا بالمدرسة كسلان مو يعني يعني هالموضوع هذا يعني راح يستمر معه للمستقبل يعني في كثير طلاب بيكون مثلا بالابتدائي مرحلة الابتدائي كسلانين وبيجوا مثلا المراحل بعد مثلا الاعدادي او الثانوي يعني بيبرزوا انه هيك شطارتهم او حتى ذكائهم وهلا كلياتنا بنتذكر رساله اينشتاين وقت اللي بعتها لامه لاينشتاين وكرمال هالرساله حطت جهودها كلها لحتى خلقت منه عالم. اتوقع اديسون قصدك. اديسون او اينشتاين صحيح. اهلا وسهلا فيك. حجاوبك اخي الكريم على مستويين. الأساتذة اللي بيميزوا الطلاب وما بيدعموا باقي الطلاب وبشجعوهم هون بدنا شغل على مستوى بيسموه مستوى خلينا نقول الأهالي. هلا ما بفهم هي مدرسة ربما سورية أو تركية في شيء اسمه زيارات الأهالي اجتماعات الأهالي كتير مهم بهاي الحالة إنه الأهالي يعرضوا هاي المشاكل. يعني أنا اللي بدي أقوله أحيانا بعض الناس ما بينتبه على تصرفاته فنحن اللي بدنا نسوي بدنا نذكره بدنا نساعده. يعني وقت بيجوا أهل اثنين ثلاثة بيجتمعوا مع المدير أو مع الأستاذ بيقولوا أولادنا عم يشتكوا ربما أولادنا مو كلهم أوائل بس ربما أولادنا معدلهم 90% لا يعني أنه حتى لو كان 60% طب إذا مو أنتوا شجعتوه كمدرسة مين بده يشجعوا؟ نحن حنشجعوا كأهل ولكن بدنا تعاون. فأنا أعتقد في دور هون على الأهالي أنه يروحوا على المدرسة يحكوا مع الإدارة يحكوا مع الأستاذ طبعا بأسلوب في تواصل في أنه نحن جايين نطمن على أولادنا كذا. هاي شغلة. الشغلة الثانية بالبيت سبق وحكينا في شيء اسمه الذكاءات المتعددة. يعني بتلاقي في إنسان ذكي باللغة طليق بيحكي وبيخطب وكذا في إنسان طليق رياضيا سريع قوي بيتعلم المهارة بسرعة في إنسان طليق مثلا بالشيء المنطقي والتفكير المجرد شيء بالرياضي. هاي نظرية اليوم موجودة اسمها الذكاءات المتعددة. نحن الذكاء اليوم لساته عنا بمجتمعنا هو شغلة واحدة هو هذا ذكي فهلوي بيحفظ كتير بالرياضيات. الذكاء اليوم صار ذكاءات. هاي نظرية قديمة تبع العامل الواحد اللي اسمه الاي كيو اللي هو معامل الذكاء. اليوم الذكاء سبع انواع. في ذكاء موسيقي في ناس متفوقين بالموسيقى. انتبه ابني بشو متفوق وركز على المكنة مثلا بالاستخدام المهارات الميكانيكية الايدين كذا
وركز عليه، قال له شوف انت متميز بهي، اختك مو مثلك. هلا البنات غالبا بيسبقوا اخواتهم باللغه، بتلاقي البنت حتى لو بنفس العمر سبقت اخوها، بس بعدين بيلحقوا بعض بالرشد يعني. بس البنت بتحكي اكثر او بينمو عندها الجانب اللغوي قبل اخوها بشوي، فبتلاقي الاهالي بيقولوا للصبي شوف اختك بتعرف تحكي اكثر منك. هذا شيء ما له ذنب فيه، انتبهوا على هالنقطة. صحيح. فبهي الطريقة انا بدي اقول له لاخونا المتصل انه ابنك انت فيك تقول له انت عندك اشياء مميزه، انت مثلا باللغه شوف تعلمت اللغه بشكل كويس، انت بتساعدنا بالترجمه مثلا اذا كانوا عايشين هون بتركيا وهكذا. فينتبهوا يعني اولادهم بايش متميزين. المتصل اللي قبل قال نانتينو يعني جداته، التنتين بيدللوا هون، ببطل الولد او الطفل عنده معيار وقانون. هلا انا بفهم انه الجد والجده بيحبوا اولاد ابنهم ربما احيانا مثل الابن واكثر، وما بقدر انا اقول يعني جدي انه اعملي ولا تعملي لانه هي اكبر مني ومكانتها غاليه، بس على الاقل انا شوي هيك لطف الموضوع انه لا مثلا في اشياء ما بيصير، في اشياء بيصير. مثلا انه افترضي مثلا حكى كلمه مو منيحه، احيانا الاهل بيضحكوا هي انه صار يتعلم مثلا يحكي. فبس ينتبهوا انه الدلال كتير بحسب علماء التربيه اخطر من الضرب والعنف. بس يحطوا الشغل ببالك. رح ناخذ اخر اتصالين ومضطرين نختم الفقره. رح ناخذ الاتصال. الو صباح الخير. صباح الخير يا صباح، تفضلي. صباحك. انا في عندي كذا مشكله بس رح اطرح على ضيفك الكريم يعني المشاكل الصعبه اللي انا معاني منها، هو موضوع العمل وموضوع بناتي. انا كونه عندي بنت، مجال العمل بصير في عنا تمييز كتير كبير بين الشاب والبنت، ومع العلم ما رح أقول عن حالي مشان ما يعني أنا بكره التمييز، إنه أنا ميز حالي بهذا الحكي والحوار. في بنات بيشتغلوا مثلهم مثل الشباب. صحيح. عنا الشباب هوني كل شيء مسموح لهم بالدنيا يساووا، بيحكوا على التليفون، بيشتغلوا ما بيشتغلوا المعلم ما بيعيط فيهم، بس البنات بيعيط فيهم وما بيعطيهم حقهم الكافي. في تمييز كتير كبير. وبالنسبة لموضوع بناتي الدكتور ينصحني انه انا عندي بنتين يعني وما جبت غيرهم بصراحة، والكل بيقول لي انه جيبي لهم اخ واخد واخ يسندهم والصبي غيره من هذا الحكي، وانا ضد هالفكرة تماما. يعني كنت عم عاني الموضوع عند اهلي، يعني حتى اهلي مثل ما اتكفت بدهم يعاقبونا، حتى بالعقاب يميزونا انه صبيان بيروحوا على غرفة والبنات على غرفة. كنت عم خبرنا النوفر الصبح انا عم بشتغل على هذا الموضوع صح، بس احيانا عن جد بوقع بالمشكله ما بقدر انه اعطي التنتين نفس الشيء. احيانا بجيب لوحده غرض ما بلاقي له للثانيه، بتقوم الثانيه بتزعل، وبناتي بيغاروا من بعض كثير. يعني بنتي الكبيره بتغار من الصغيره والصغيره بتغار من الكبيره. اعمارهم قديش لو سمحتي؟ عندي وحده 14 سنه وحده 11 سنه. الله يخليك. الله يحميك. الله يسلمك. هاي بتقلنا أنا ماما ما بقى تجيب بعدي، إني أنا خلص بتظني المدللة، وبنتي الكبيرة بتقلنا أنا أول العنقود وما بعرف شو. بعكس آخر يعني حتى بالحكي بغاروا من بعض، والصغيرة بتقلي أنت بتعطيها وقت أكبر للكبيرة، والتانية نفس الشيء. شو بتنصحني أعمل بهذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع بالذات بهمني أكتر. أكيد هذا رح نجاوب عليه، بس رح أخذ كمان الاتصال الثاني عشان الوقت. ألو الو صباح الخير. الو مرحبا. يا هلا. صباح النور. اهلا وسهلا. هلا نيلوفر مع ساره بلاي. اهلا وسهلا فيكي ساره، تفضلي. اهلا فيكي. انا بس حبيت اعقب على موضوع التمييز والتنمر، ان كان حياتنا اللي عم نمر فيها او كان على السوشيال ميديا، لما عم نحاول نعمل تدخلات عم ناكلها. اكيد مثل ما حكى الاستاذ صلاح انه الشغله بدها صبر وبدها وقت، لكن فعلا لما عم نحاول انه شوي نغير شوي، نعبر عن رأينا، نشوف الطرف الثاني، نسمع الطرف الاول شيء ثاني، كثير عم بيكون هجوم علينا ما بعرف فهم القصة وفهم وجهة نظري. لكن انا يعني لي فترة عم بحاول، مع انه ما بحب كثير اتدخل على السوشيال ميديا ومواقع وكذا، لكن عم حاول اتدخل بعض القصص كرمال عم صد انه حدا بس يحاول. لا عم ناكل عم ناكلها. نعم. يعني بيصير في ضغط عليكي وتنمر بزياده، لانه ليك هيك عم تحكي بما يخالف كلامهم. نعم. تماما. مع انه انا ما بكون عم بحكي باسلوب انه انا مدافعه فقط، لا، انه تعالوا نسمع الطرف الثاني، تعالوا نشوف شو الحقيقه، تعالوا يعني نستكشف اكثر حتى نشوف شو صح. لا، عم بيكون في تنمر زياده علي وعلى صاحب القصه. استاذه ساره، هذا الحكي على الفيسبوك؟ ايه على الفيسبوك. نعم.
نعم يعني مكتوب وليس بحوارات مباشرة أو مكتوب. نعم. لكن اتطور وصار لحوارات وتليفونات. أنا ما كان عندي مشكلة إنه أحكي مع الجهتين كرمال عن جد نوصل لبعض وما يصير تشهير وغيره وغيره، لكن الله يعافيك. لكن والله الشيء صعب وكتير بده صبر ووقت مثل ما قلت حضرتك. هذا بجهود الجمعية ولا بجهود خاصة أستاذ سارة؟ لا خاصة. الله يعطيك العافية. طبعا الأستاذة سارة متطوعة بفريق زنوبيا بجمعية زنوبيا بغازيانتاب، وقالوا أنشطة كتير يعني مهمة بمجتمعنا، مناصرة القضايا اللي هي الحقوق، حقوق النساء وحقوق أكيد كل أفراد المجتمع السوري. فالله يعطيهم العافية وتحية لألون يعني. أكيد الله يعطيك. شكرا سارة. شكرا لاهتمامك يا أستاذة سارة مدام. شكرا. سارة أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. طيب سؤال عن العمل والبنات. نحن تقريبا معنا بالكثير اربع دقائق. اربع دقائق كل سؤال دقيقتين. المدام اللي سالت عن العمل والتمييز، للاسف هي نظره العلاقه بالبعد المجتمعي الاجتماعي، اللي هي نظره نحو ذكور الاناث، هي موجوده بكل مكان، بالاسره بالعمل. حتى ذكرت امثله انه بالعمل مثلا الشباب اذا حكوا على التليفون بتتمرق، اذا البنات حكوا ممكن يتعرضوا ل يعني كلام، لانه هو بيقدر بيحس حاله بيتقاوى على البنات اكثر، بيسمعوا كلامه اكثر. ربما للأسف هذا الشيء أكيد بده وقت ليتغير، ولكن دائما وقت بيكون عنا خانول أشخاص محترمين، أشخاص لهم صوت مسموع، دائما اللجوء لطلب المساعدة منهم شيء مهم. يعني نفترض أنه هنا بيشتغلوا بمشغل خياطة مثلا أو بمعمل أو بأي شيء أو محل أو بشركة، دائما في أشخاص فأنا منحس أنه هن متوازنين. هدول الأشخاص مهم دائما يكونوا على اطلاع بهاي القضايا. مو القضية مثل ما أحيانا الواحد بيقول أنه قضية مثلا شكاية أو أنه نقل كلام، لا، ولكن أنت في ظلم بيوقع على شريحة معينة، أنت بدك تدور على مصادر لدعم هدول الأشخاص. هلأ ريثما تتغير هاي الظروف ونوصل لشيء أحسن، أكيد أنه هدول السيدات الآنسات حفاظهم على عملهم بالنسبة لي أولى صراحة. ما عبول يسكتوا عن حقهم، ما عبول أنه ما يعبروا عن شعورهم بالظلم، أبدا ما يفهم هيك، ولكن على التوازي عندنا مسارين، مسار المطالبة بالحقوق والمناصرة والسعي لإيجاد أشخاص داعمين، وهذا أسلوب مجتمعي. التغيير دائما بياخد وقت. على التوازي ضروري يحافظوا على مصدر الرزق. ليش؟ لأنه هذا المصدر عم بيعيل العائلة، عم بيعيل الأولاد، ربما الزوج لا يعمل أو مسافر أو ما في مثلا قريب. فأنا عم بنصح أنه ينمشى دائما على المسارين. هلأ هي بالنسبة لسؤال الأول تبع العمل. بالنسبة لبناتها، هدول البنتين هن بنتين الوحيدات، يعني الحوار دائما تعبر لهم دائما أنه لا هي تحبهم. مثلا نفترض أنه بنت طلبت، ولا نفترض شنتاي أو أي شيء بلون، والأخت طلبت بلون، توضح لهم أنه أنا اليوم رحت أشوفه وصورت وما لقيت اللون اللي طلبتيه مثلا الأخت الصغيرة. أقصد الحوار دائما بيحل المشكلة. بس في نقطة لازم تنتبه لها، هل هي فعلا عم تعمل معهم بمساواة؟ يعني هي ترجع تسأل حالها اليوم، نحن حكينا كتير أشياء، أنا عم بتعامل مع بناتي بمساواة ولا في وحدة بحبها أكثر من وحدة؟ إذا في هيك شيء صراحة البنات بيحسوا. يعني نحن كبشر عنا القدرة نحس ونلمس الشيء المو محكي. نعم، والله يخلي لها هون ويحمي لها هون. أمين يا رب. الأستاذة سارة حكت أنه نحن وقت منجرب الناصر كأنه في شيء تمييزي صاير، أنا هيك فهمت، وهي تدخلت لأنه يعني توضح أنه هيك ما بيصير، وبعدين حكوا تليفون. هلا بدي لها حوارات الفيسبوك هي عبارة عن طوشة، يعني بالعامية طوشة، نتجنبها أفضل. ما خلينا نقول ما نتجنبها، بس ما نتوقع منها كتير. ليش؟ حتى على الواتساب مجموعة، أنت كتبي رسالة واحدة إذا ردوا عشرة ما عاد تلحقي، بتصير الأساس كل خصوصا مجموعة مثلا فيها 100 شخص. صحيح. ما عاد تلحقي تقري ولا عاد حدا يعرف يرد على مين، خلص راحت القصة. بينما مثلا احنا اليوم بهذا الحوار عم نقدر نسمع بعض، نرتب أفكارنا. دائما ساعة واحدة من الحوار المباشر تغني عنا عشرات الساعات دردشة واتس وفيسبوك، وحدا بيحط تعليق وبرد على التعليق. يعني القضية صعبة، واللغة لوحدها المكتوبة لا توصل الأفكار. يعني إذا أنا كتبت شيء عم بمزح، أنا عم بمزح كتبت شيء، حتى تاني بيفهموا أنه مثلا قد يكون فهموا أنه عم بتمسخر عليه، أو فهموا أنه مثلا أنا، أو مثلا أنا غاضب كتبت شيء. اللغة لوحدها لا تنقل ما نود نقله، إلا إذا عم بقرأ كتاب كامل طبعا، هون شيء تاني، قصدي منشور فيسبوك. فلذلك أنا بنصح قضية حساسة نقاشها عن طريق الحوار، اتصال صوتي. اليوم في يعني الواتساب صار يستحمل اتصال جماعي، الواتساب بتضيف عليه يمكن صاروا 8، هاي التكنولوجيا الصوت افضل. فانا بدي انصح الاستاذه ساره، الفيسبوك المجموعات الكذا مو من السهل التغيير فيها، فانت بدك تتوقعي اذا بدك تفوتي على هذا الطريق
الشغل فيه والتغيير فيه بدك تتلقي. إذا أنت مالك قدرانة مثلا تتحملي أو تتلقي أي نقد أو لوم أو ربما هجوم، خليكي بأنشطة الجمعية اللي أنتوا بتعملوها اللي هي كتير مهمة مع مجموعات محددة من السيدات أو الرجال أو اليافعين. هاي نصيحتي. فليس مجال أحد مجالات تغيير وسائل التواصل، ولكن الأخذ والرد والجدل. بس تصير القصص هون والكل ينفعل، القصة بتصير دفاع عن الرأي وهجوم وكذا. ما أقول ما نستخدم هاي الوسائل، كتير مهمة إلنا بالبداية. عم بتغير رأي هاي الوسائل، عم تورجينا بعض، عم تورجينا بعض العيوب، عم تورجينا إيجابيات، عم تورجينا قصص نجاح. ولكن ودنا نتحاور ونوصل لنتيجة، بدنا نقعد مع بعض نشوف بعض ونسمع بعض. هذا اقتراحي يعني. نحن أدركنا الوقت ووصلنا للآخر. يعني أنا بدي أشكرك كتير أستاذ صلاح، يعني الوقت كان غني جدا بموضوع مثل ما قلت بيستحمل أكثر من حلقة بجزئياته. رح أشكرك كتير لوجودك اليوم معنا بالاستوديو، وأتمنى لك كل التوفيق، وأكيد بتوجه بالشكر لكل اللي كانوا عم يسمعونا ويتابعونا. وشكرا لكم ولفريق العمل أكيد، ولكل مين سأل واتصل، وإن شاء الله يكون هذا الشيء يعني خطوة على طريق وصولنا كلياتنا لمجتمع في حقوق إنسان إن شاء الله، وفي احترام وتقدير للجميع إن شاء الله. شكرا للكل. أنا رح أودعهم بالبث المباشر وأديهم أيضا يكملوا معنا برنامجنا الصباحي على هوا روزانا. معاينة حكيم.